السلام عليكم ورحمة الله. هننتظر دقيقة بس كده، نتأكد إن الصوت واصل كويس والصورة كويسة، ونتجمع علشان نبتدي اللايف. إحنا النهاردة في لايف مهم بخصوص موضوع التطعيم، لأن في كمية لغط وكمية دوشة وكمية كلام مش طبيعي من بعض الناس، مش عايزين نقول مغرضين بس ممكن يكونوا مش فاهمين. فاحنا هنقصر الموضوع من الناحية العلمية النهاردة، وهنقول هو ايه قصة التطعيم اللي هو السولك اللي موجود، او التطعيم اللي الوزارة بدأت تطبقه، وليه توقيته ده، والدنيا ماشية ازاي. وعشان نفهم موضوع زي كده هنبتدي من اول مع تاريخ شلل الاطفال. مرض شلل الاطفال مرض بقاله لا يقل عن آلاف السنين من ايام الفراعنة، وفي صور وفي مناظر حاجات كتير جدا فرعونية لوح يعني لناس مصابين بشلل الأطفال من الفراعنة القدامى، يعني من آلاف السنين. وفي بداية الخمسينات بدأ الشغل على تطعيم شلل الأطفال، وكان أول تطعيم ظهر ليه اللي هو الاي بي في، اللي هو السلك اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، وبعدين ظهر بعد كده السابين اللي هو الحي المضعف. عشان نفهم التطعيمات نفهم طبيعة الفيروس أصلا. فيروس شلل الأطفال هو عبارة عن ثلاث أنواع، تايب 1 تايب 2 تايب 3، ثلاث أنماط من الفيروس، ودول كلهم بيسببوا شلل الأطفال. وبالتالي أي تطعيم ناجح لازم يكون عبارة عن الثلاث أنماط دول، اللي هو تايب 1 تايب 2 تايب 3، ثلاث أنواع. لما بدأ الأول اللي هو الكلد اللي هو الاي بي في اللي هو سولك سابين، دي اسماء العلماء اللي اكتشفوهم وطبقوهم وعشان كده باسمهم، فسولك ده اسم العالم نفسه، اسم العالم. وده الكلد، الكلد ده يعني الفيروس احنا خدناه وقتلناه او شلنا من عليه كل ما مسبب للمرض لكن يديني رد فعل مناعي كويس. انا بحاول ابسط الامور لحضراتكم يعني. وده اتعمل بالفورمالين فعلا وكان نتائجه كويسه. السابين بقى اللي هو طلع بعديه بعد 10 سنين، ده اللي كان حي مضاعف، ده كان ليه مزايا وده كان ليه مزايا، ولازم نفهم التطعيمين ماشيين ازاي. الاثنين بيمنعوا شلل الاطفال، والاثنين اللي هو السولك والسابين بيغطوا الثلاث انماط للفيروس، الثلاث انواع بتوع الفيروس، السابين الترايفيلنت والسولك، الثلاث انماط دول بيتغطوا بالتطعيمين. طب نفضل واحد عن واحد. هو كان السابين مفضل في اوقات كتيره جدا في السنين السابقه اللي هو الفموي. الفموي ده نتيجه ان هو الطفل بياخده بيعمل حماية لجهازه الهضمي وجهاز جسمه من شلل الأطفال، وينزله في البراز بتاعه للمجتمع. فممكن طفل تاني ما خدش تطعيم شلل الأطفال، الفيروس اللي جاي من التطعيم من الزميل ده أو الطفل اللي نزله ياخده ويعمل له مناعة. يبقى أنا لما أحب أعمل مناعة في المجتمع أستعمل شلل الأطفال الفموي اللي هو النقط. ليه بقى؟ لان هو بيعمل حاجه اسمها هيرد اميونيتي، اللي هي المناعه المنتشره للمجتمع حتى لو مش كل المجتمع. بمعنى اخر، لو انا عندي بيت فيه 10 اطفال طعمت واحد منهم شلل الاطفال، متوقع ان التسعه التانيين ياخدوا مناعه من الفيروس، من الاخراج بتاع الفيروس من الشخص المطعم، يعني يعد الاخرين بنسب معينه وما يسبب لهمش مشاكل. ده بالنسبه لايه؟ للسابين اللي هو التطعيم الفموي. يبقى التطعيم الفموي اسمه سابين، بيغطي الثلاث انماط وبيعمل مناعه كويسه للجسم وللمجتمع. طب السولك بقى اللي هو الكلد ده اللي هو التاني، عباره عن حقنه، وده كلد يعني ميت خالص، مش مضعف مش حي وليس له قدره على احداث المرض، لكن ده اناني شويه، يعني ده بيعمل مناعه للشخص اللي بياخده فقط، ما يتعداش المناعه بتاعته للمجتمع وما بيديش مناعه للجهاز الهضمي، لكن نتائجه هايله. جرعه واحده سولك بتديني 95% من المناعه للطفل، وثلاث جرعات من السولك ممكن يوصلوا 95 ل 97% اعلى يعني. بالنسبه للسابين لازم الثلاث جرعات، ثلاث جرعات بيدوا حوالي فوق 90 95%. طيب احنا كده مهدنا تمهيد كويس، انتوا كده فهمتم ان شلل الاطفال مرض فيروسي. من الخمسينات والسينات والستينات طلع نوعين من التطعيم، واحد كلد ميت وواحد مضعف. المضعف ده يعني الفيروس دايخ، او الفيروس معمول له معامله علميه ان انا اخليه ما يعملش المرض بس شغال، يعني لو اتلقى فرصه يشتغل، لو اتلقى نشاط معين او جسم واخد حاجه مناعيه او في مشكله يشتغل، ده اللي هو الفموي. الكلد لا. طيب على مستوى العالم بدا التطعيم وكان شغال سابين فموي تماما، وما كانش السولك ليه دور قوي في الوقت ده، لحد ما بدا في نهايه 99 نهايه التسعينات السابين ده عمل مشكله معينه
وبدأت الأمور تتحسن من ناحيته في حاجات معينة، بمعنى إن السابين الثلاثي اللي هو الثلاث أنماط اللي كنا بنشرحهم في الأول، في النمط رقم 2 اللي هو تايب 2 ده بدأ يعمل نشاط معين. إحنا قلنا السابين اللي هو الفموي ده عبارة عن إيه؟ شلل أطفال مضعف. هنا بقى ما بقاش مضعف، التايب 2 بتاعه ده الأولاد خدوه نقط، دخل في الأمعاء، عمل ريبليكيشن وتكاثر للفيروس، وراح الفيروس بدل ما يطلع مضعف زي ما كان بيضعف ويروح للناس التانية يديهم مناعة، لا ده اشتغل، اكتسب قوة وراح شغال. طيب ايه؟ طيب 2 اللي هو نمط 2، تمام؟ طيب احنا في الوقت ده نهاية 99 والتسعينات، العالم كله بدأ يرصد حالات اسمها نوع من أنواع شلل الأطفال المصاحب لفيروس تطعيم شلل الأطفال. انتوا متخيلين؟ يعني التطعيم نفسه بدأ يرصد بعض حالات في مجتمعات بتظهر، ولما حللوا الفيروس اللي عمل الشلل لقوه بتاع التطعيم نشط، بدل ما كان مضعف نشط. ففي بقى حاجات بقى ايه اللي هي اسمها استراتيجي ادفايس كوميتي، دبليو اتش او، السي دي سي، الاف دي اي، دبليو اتش او، المنظمات الدوليه دي، الناس دي ما بتسكتش على مستوى العالم، بالذات زي وباء زي موضوع الكورونا ده، تمام كده؟ فقعدوا ايه يا جماعه المشكله؟ قال لك ان في مشكله في تايب 2. طيب هل احنا في خلال السنين الكتير قوي من التطعيمات دي شلل الاطفال لسه؟ لا، ده شلل الاطفال بالعكس بدا الحمد لله يقل خالص، لدرجه ان خلاص على مستوى العالم حالات بسيطه جدا ودول معدوده، واحنا في مصر من 2006 ما عندناش ولا حاله الحمد لله، ومصر اعلنت خاليه من 2004 ما فيش، و2006 اعلنت خاليه من شلل الاطفال الحمد لله يعني، تمام؟ لكن بيتاخد لسه عينات وحاجات من الصرف وكده عشان يشوفوا نوع الفيروس اللي موجود، هل هو بتاع التطعيم ولا حاجه تانيه. طيب لما قعدوا بقى القعده العلميه دي اخر 99 اللي هي نهايه التسعينات وكذا، وتلاقوا حالات شلل اطفال من التطعيم النقط مش عندنا في دول تانية، وتايب 2 ده بالذات، طب قال لك تايب 2 ده موجود في المجتمع كفيروس معدي او بتاع؟ قال لك لا، ده اللي جاي من التطعيم. قال لك طب انت محتاجه في حاجه؟ قال له لا مش محتاجه، طب ما نشيله من التطعيم. فبقى التطعيم النقط بدل ما هو ثلاثي الانماط بقى ثنائي الانماط، يعني اتشال منه تايب 2. ليه اتشال تايب 2 علميا؟ علشان تايب 2 في بعض الناس عمل شلل اطفال. طيب احنا هنا مع نهاية 2015 وبداية 2016 منظمة الصحة قالت لك شيلوا تايب 2 اتحول من حاجة اسمها تراي فيلنت لباي فيلنت، ماشي كده؟ ويتشال، وكل دول العالم تطبق النظرية دي عشان ما ينفعش دولة تدي ومش دولة تدي، هيبقى كده اللي هو تايب 2 ده موجود ممكن يعد أطفال تاني ويعمل لنا مشاكل. طب بناء عليه بقى القرار اتاخد ايه بقى؟ ان لازم يتحط السولك بقى اللي هو الاي بي تي في، لان السولك لو تفتكروا في الشرح الاولاني انا قلته هو ثلاثي بس استحاله يعمل نشاط للفيروس، ان الفيروس هنا مقتول، كيلد، كيلد يعني منتهي، احنا ناهيين عليه، بس شغال كمناعه، يديك مناعه لكن ما يأذيكش حتى لو طلع للمجتمع. يبقى هو لما حصلت الظاهره غير نوع التطعيم النقط ودخل التطعيم الحقن علشان يوفي الفرق. في حاجه اسمها جاب، حصلت الجاب دي ان لازم يبقى الثلاث فيروسات او الثلاث انماط موجودين. انا بحاول ابسط لكم الموضوع دقيق وعلمي، لان انا في الاخر عايز ارد كمان على الكلام اللي اتقال، اللي مع احترامي طبعا الشخص اللي بيقوله، مش عايز اقول ان هو يعني جاهل او مش فاهم، لكن بحترمه وبشرح له الكلام ده عشان يستوعب بس ايه الامور ماشيه ازاي، هو فاهم بس مش دارس قوي. طيب نرجع تاني، دخلنا احنا بقى الكلد مع نهايه 99 وبدايه 2016 على مستوى العالم كله. مصر هنا دخلته سنه كام؟ 2018. عشان كده يا جماعه موضوع التطعيم بتاع الحمله دي او الفتره دي من 2016 ل 2018. طب ليه من 2016؟ عشان تفهموا المعلومه، لان قبل 2016 المواليد دول واخدين التراي فيلان اللي هو الثلاثي نقط، فمش محتاج ياخد اللي هو الحقن اللي هي هتغطي له الفرق، لان احنا الثلاثي ده خليناه ثنائي بعد كده، ماشي؟ من 2016 ل 2018 كل الاولاد دول خدوا نقط بس ثنائي، ففاضل لهم واحده، واحده ايه اللي هي بتاعه تايب 2. طب نديها لهم زي الحقنه بقى. يبقى احنا عشان في جاب عندنا من 2016 ل 2018 اطفال ما خدتش الثلاثي الفيروسي بتاع البوليو شلل الاطفال، بنديهم الحقنه دي دلوقتي، تمام؟ عشان نعوضهم الفرق ده. طيب كويس جدا. من بعد 2018 كل الاطفال خدت السلك حقنه عند 4 شهور، وبتاخد النقط اللي هي الثنائيه مش الثلاثيه، يعني ما عادش العالم كله فيه تراي فيلنت بوليو، ما فيش حاجه اسمها نقط شلل اطفال ثلاثيه، كلها ثنائيه. ياخد الثنائي ده ويعوض الثالث ده من خلال الحقنه. طيب نرجع تاني بقى لايه؟ للقصه نفسها. يبقى احنا كان عندنا مشكله في اواخر التسعينات من النقط اللي هي الثلاثيه، نوع منها علشان هي مضاعفه بدا يشتغل اللي هو رقم 2، فالمنظمات العالميه والعالم كله شاله. طيب ولما شاله كان لازم يعوض
عشان الاطفال رقم اتنين ده لو ظهر فجأة ما يعملهمش بعد الشر امراض، فبدأ يدي الحقن. فالعالم كله من 2016 بيدي الحقن. طيب ردا بقى على المقيلة وعلى المزاعم وعلى الكلام اللي بيتقال، من 2016 في دولة في العالم ما بتديش سولك؟ الإجابة كله بيدي، الخليج بيدي، جدول الإمارات، جدول السعودية، جدول أمريكا، جدول أوروبا، ما فيش جدول في العالم ما فيهوش كلمة حضراتكم والموجودين أهو، خشوا على النت اكتبوا تطعيمات أطفال أو فاكسينيشن أو 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 أو، ودوروا على كلمة أي بي، بي فور بين، بي تقيلة، في أي بي في اللي هو السولك ماشي، اسمه ان اكتيفيتد بوليو فاكسين، اي بي في، اي بي في ماشي كده. طيب او هتلاقيه في الامارات مثلا اسمه التطعيم السداسي، السداسي 6. السداسي ده عباره عن ايه؟ الثلاثي والهيموفلس والاتش اي بي الهيموفلس انفلونزا يعني، والهيباتيتس بي والاي بي في، ست حاجات من ضمنهم الاي بي في. والسعوديه فيها كده، واوروبا كلها كده، وامريكا كلها كده. المؤامره مش عندنا والمؤامره مش علينا، اللي بيتكلم الكلام ده بيتكلم كلام مع احترامي، ده كلام جلوبال على مستوى العالم كله. وبعدين هو يعمل معانا كده ليه وما يعملش في ولاده؟ هو كل ده شغاله كده من سنين السنين، احنا بنتكلم في ايه؟ طيب هي في حد برضه اتكلم على موضوع علاقه السبين اللي هو الفموي ده بالكورونا، وانه ازاي وارحموا الولاد وبيعمل لهم مناعه و و و يعني، معلش مع احترامي يعني، اولا من اول ما طلعت الكورونا حضراتكم سمعتوا كلام مهم جدا. ايه بقى الكلام المهم من اول ما طلعت الكورونا؟ قال لك البي سي جي تطعيم الضرن بيحمي، قال لك الام ام ار تطعيم الحصبه بيحمي، قال لك تطعيم السابين ده اللي انتوا بتقول عليه اللي هو شلل الاطفال نقط يحمي. طب يحمي من ايه؟ اي تطعيم من دول بيشتغل على حاجه اسمها المناعه الاوليه. السابين بيشتغل على مناعه الجهاز الهضمي اللي هو الاي جي اي، وبيزود اي جي جي. السلك بيشتغل اي جي بس، فالاي جي اي ده بيفيد فعلا الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، بس مش سبيسيفيك. يعني ايه؟ يعني في فرق بان انا اواجه موقف عن طريق حرب معينه بضرب باحداثيات معينه اي حد عدو بيتحرك، وفعلا ان انا اجيب قناص، القناص ده بينشن على شخص معين. السنايبر او القناص ده هو ده المناعه المتخصصه، ده اللي هو الفاكسين بتاع الفيروس نفسه. لكن في المناعه العامه الانيت اميونيتي اللي هو الباب الاولاني للمناعه، اي حاجه. امال انتوا بتاخدوا ليه زنك وفيتامين سي وفيتامين الف والكلام ده عشان الكورونا؟ ما دي المناعه الاوليه اللي هي الاغشيه نفسها وقوتها، والمناعه الاوليه اللي هي نون سبيسيفيك، ما بتشتغلش على نوع معين، اي حاجه داخله هجوم عليها بتدافع. لكن المناعه المتخصصه هي دي بقى اللي بتشتغل مع الفيروس مباشره. وبالتالي لما الناس خدت بي سي جي او ام ام ار او السابين أو, او او ماشي، ما هو ممكن يدي جزء من المناعه وليس حمايه كامله من الكورونا. يعني ايه جزء من المناعه؟ ان هو بيشغل المناعه ويدربها بتقاوم. لكن ما حدش قال انه ده مؤكد، وحتى اللي حاطين البوست ده نفسه مش حاطين الحته دي. انا عايز اقرا البوست حته حته واشرحها لكم، علشان انا جالي كتير جدا من البتاع. وزارة الصحة أمنها حملة تطعيم شلل الأطفال بالسلك وعودي لقواعد سليمة وانقذ الأجيال و و والصهاينة والمؤامرة والمش عارف مؤامرة إيه؟ أنا عايز أقول لكم إن شلل الأطفال لو رجع تاني في أي حتة في العالم انسوا، ده مرض مدمر لكل حاجة. أنتوا شايفين شكله بقى لنا 10 15 سنة مش موجود. إيه اللي هيخلينا ما ناخد سلك دلوقتي؟ إحنا شرحنا ليه سبب التغيير، ومش التغيير ده عندنا، ده على مستوى العالم. ده منظمة الصحة على مستوى العالم بتقسيمة معينة وتنظيم، يعني هو هيعمل لنا إحنا كده وما يعملش لنفسه كده؟ ماشي. ولما تشمللوا قالوا البلاد خاليه من السلك، والبلاد لسه مش عارف ايه والسلك، اتضح مع الوقت ان الحي الموهم قريب جدا من فيروس الطبيعه، وانه لما بيدخل الجسم عبر الجهاز الهضمي بيديله مناعه. الكلام ده علميا صح ماشي، العدوى الشلل غير انتشار البتاع والجهاز العصبي، فكده الفيروس تم حصاره كليا، في حين ان لما بيتاخد حقن مش بيقرب من البيت الداء و و و. احنا شرحنا الناحيه العلميه في السبين اللي هو الحي المضعف والسلك، الحي المضعف افضل مناعيا ضد شلل الاطفال، لكن مجتمعيا وخطوره اخطر مليون مره، وهو مهم في المجتمع اللي فيه شلل اطفال ما حصلش ايراديكيشن، يعني ما اختفاش، لكن لما يختفي لازم تشيله. بمعنى ايه؟ انت دلوقتي شلل الاطفال استقصد وتشال بقى له 10 سنين، والنقط اللي انت بتاخدها دي حيه مضاعفه، واحنا عندنا مش ادله، عندنا اثباتات مؤكده ان الحيه المضاعفه دي لما خرجت في المجتمع بعضها اشتغل وعمل شلل اطفال لاطفال. اقوم اخدها؟ اخدها ليه؟ اخدها امتى واحتمل الريسك او الخطوره او المغامره اللي انا بقولها؟ لما اكون لسه عندي شلل اطفال، فانا بقول ما انا كده ولا كده عندي شلل بس احمي المجتمع. لكن طالما المجتمع ما عادش فيه فيروس شلل الاطفال، استخدم التطعيم اللي امانه 100%
ونتيجته 80% ولا استخدم التطعيم اللي خطورته 100% وامانه مش، ما ينفعش. ما هو ده مش منطق عقلي برضه، مش غير المنطق الطبي. يعني انا استخدم النقط اللي فيها احتماليه تحولها، مش احتماليه، ثبت علميا ان في حالات اللي هي اسمها بوليو درايفد فيروس او فاكسين اسوشيتد فيروس او كل دي ترمات علميه ممكن ابقى لك واديكم اللينكات بتاعتها كمان. كل دي ثابته علميا ان هي ناتجه من التطعيم. التطعيم عباره عن فيروس مضاعف دخل في امعاء الاطفال اللي هو النقط، ولما دخل تحور الى الفيروس النشط مش المضعف، اتغير اما عمل تقاصر لنفسه جوه الامعاء، غير من شكله ونزل يشتغل. ده كنا النظريه دي بنحتاجها ايام الوبائيات بتاعت شلل الاطفال، لان كان المجتمع كله بيطعم بطريقه غير مباشره. يعني بطعم طفل حوالي 10 دايره من 10 كانوا بيكتسبوا المناعه ده من الفيروس اللي هو خده ونزله في البراز والبول، البراز بتاعه. ها، لكن انا دلوقتي ما عادش عندي. طب انا بنزله دلوقتي في البراز وبعمل وبعمل وبعمل، ويد واحده او اتنين يروح شغال، يروح عامل لي شلل اطفال. بتكلم في ايه؟ طيب هنا بقى ايه هي الكلام، في مقارنات ما بين بتاع. انا عايز اقول لكم بقى على حاجه مهمه بمناسبه البوستات دي. في اصلا على مجتمع على مستوى العالم كله حاجه اسمها انتي فاكسين جروبس، اللي هي الناس اللي مقاومه للتطعيمات، ودول الناس اللي قالوا التوحد ومش التوحد والحديد يا جماعه يا جماعه التطعيمات دي نعمه من عند ربنا جعلها سبب تنقذ البشريه. ملهاش الكلام ده اتبحث علميا كتير، مفيش حاجه ثابته من كده، كل ده كلام مجتهدات. والناس اللي كانت منعت نفسها عن الحصبه لما جاوا بقيات الحصبه في كاليفورنيا في امريكا من سنه وسنتين، قضت على اطفال. تخيل انت في وسط الكورونا اللي انت فيه ده ويجي لك جديري او حصبه او مرض من الامراض دي في وسط اللي احنا فيه ده. احنا بنتمنى للكورونا لو طلع له تطعيم، حد هيقعد يقول لي التطعيم مش عارف ايه، مش هتاخد التطعيم. في ناس اصل بتوع الطبيعه وبتوع الكلام ده، دول ناس عاملين مشاكل، ودول جروبس مش مظبوطه خالص. طيب الصدمة الكبرى بعد كورونا ان لقاح سابين بيقلل تأثير الإصابة بالكورونا خاصة السلالات الفتاكة و الكلام ده كلام مقترح. وقعت الحاجات دي علميا سابين، تطعيم شلل الأطفال الفموي ما بيحميش من الكورونا زي ما اتقال على البي سي جي الضرن، وزي ما اتقال على الام ام ار الحصبة و كل دي اقتراحات، وانتوا عارفين الكورونا ما اكتر النظريات فيه والاقتراحات. فايه المؤامرة؟ يعني انا مثلا كدولة او بتاع، انا شايف ان في تطعيم يفيد العيال ويمنع الكورونا بتاع، اقوم اعمل عكسه؟ يعني انا برضو تمام لما حد بيقول لي حكايه بقول له معلش ما تزعلش مني، نظريه المؤامره او غير المؤامره. انا عايزك بس تشغل عقلك شويه. ليه الدكاتره وليه منظمه الصحه وليه العالم يجتمع ونقعد ونقول ايه رايكم اما نفتك بالبشريه ونفتك بالعيال ونغير التطعيم وننزلهم يموتوا؟ انتوا تفتكروا الدوله في اللي احنا فيه ده، في اللي احنا فيه ده من مشاكل و وانتوا شايفين الجبهات بتفتح على الدوله قد ايه والمشاكل، اقوم اعمل حمله تضر العيال وتبوظ الدنيا علشان اوقع الباقي؟ في ايه بالظبط؟ يعني ايه الفكر وايه العقل؟ المنطق مش الطب، ده انا شرحت لكم الطب بقالي نص ساعه عمال اشرحه. طب ايه المنطق العقلي اللي يخلي الواحد يقعد يقول ايه؟ طب ايه رايك لما نطعم العيال يحصل لهم مش عارف ايه ويحصل في ايه بالظبط؟ في كلام مش منطقي ولا عقلاني ولا ليه لازمه، كلام من ناس مع احترامي جدا. وده خلى ناس كتير تتردد. يا جماعه التطعيمات حاجه مهمه، لو خسرنا التطعيمات هتبقى عندنا مشكله. انا نزلت فيديوهات كتيره جدا عن الموضوع ده. انا في امراض، الامراض دي مرعبه، لو رجعت تاني تقولوش بقى كورونا. الكورونا ده لعب عيال، لعب عيال لشلل الاطفال ولا الحصبه ولا الجديري ولا الكبدي، ده مصيبات يعني، حاجات مش سهله خالص. طيب وهي في اخر البوست، تم صدمه بعد كورونا السابين بيحسن والجهاز الهضمي، وقطع الباحثين بيقولوا ان فيه، فطلع الباحثين بيقولوا ان في علاقه ما بين عدم انتشار اصابات وقله الاعراض المصاحه في البلاد اللي فيها اخذوا سابين، وانهم بيجروا تجارب كبيره في افريقيا على جدوى لقاح الكورونا بكثره الدقه لانها هيكون وسيله سريعه للتطور. ماشي، سواء سابين سواء بي سي جي سواء الكلام ده لسه مش ثابت علميا انه له علاقه بالكورونا او بيعمل حاجه، وكده يبقى زرعوا عندنا غبائهم اللي دمرهم ثم يدمرنا ويدمر افريقيا ويمنع عنها اي امل في العلاج. هم هيرجعوا يستخدموا السابين، مش بعيد يطوروا المصل. ما حدش رجع السابين، امريكا شغاله بالسلك. خشوا على جدول امريكا، خشوا على جدول اوروبا، خشوا على جدول منظمه الصحه. ما هو الكلام ده والبوست ده لو سليم يبقى انا دلوقتي اخش على امريكا ابص تلاقي امريكا لا ما بتديش السلك وبتدي السبيل اللي هو النقط يعني. لو في اوروبا يبقى ما حدش بيع اوروبا وامريكا كل ده بياخد اللي هو الاي بي في السلك، والامارات والسعوديه والخليج وكل الدول الخليجيه بتدي، ودول ناس برضو محترمين زينا. الجداول دي جداول محترمه، التطعيمات مهمه جدا جدا، الكلام ده كله كلام فارغ. الخلاصه يا جماعه، احنا بدأنا نطعم الحقنة دي علشان ده بيعوض اللي هو نمط 2 اللي اتلغى من 2016،
فمن 2016 ل 2018 نقط شلل الاطفال بدل ما كانت ثلاثيه بقت حاجه اسمها ثنائيه، ده من زمان. فالاولاد اللي خدوا النقط الثنائيه دول ناقصهم واحده اللي هي تايب 2، فالواحده دي احنا ما عدناش بنديها نقط لان ما عادتش موجوده بسبب ان هي عملت مشاكل في بعض دول، فبدا يخش الحقن على مستوى العالم كله من زمان. فاحنا بندي للاطفال بتوعنا من 2016 ل 2018 الحقنه دي عشان نغطي النوع ده من شلل الاطفال، مش احنا بس، ده العالم كله. طيب السؤال التاني يا دكتور، ما احنا كنا بناخدها عند الشهر الرابع في الاطفال في العضل في الفخذ، ليه بناخدها في الكتف؟ في نوعين من تطعيم السولك، في حاجه اسمها الستاندرد اللي هو نص سنتي عضل في الفخذ، وفي حاجه اسمها فراكشنال اي بي في. الفراكشنال ده اللي هو زي حقنه الدرن بتتاخد في الكتف اليمين تحت الجلد، اوكي، وما بنحطش كحول قبلها ولا بندعك فيها ولا بندعك بعدها ولا بندوس عليها ولا بنحط عليها اي حاجه، لان هي داخل الجلد بتعمل حاجه اسمها بليب. بليب ده عباره عن نفخه صغيره كده زي حقنه الدرن، تمام. طيب ليه بقى بناخدها في الكتف مش في الفخذ وليه اتغيرت؟ هي ما اتغيرتش، هما في نظامين للتطعيم، ده نظام منهم لما بنكون بنعمل حملات او بنكون عايزين نوفر نسبيا في الكميات، لان الحقن تحت الجلد نتيجته 100% زيه زي العضل، بس بدي واحد من عشرة من السنتي اللي في العضل دي نص سنتي كامل، فالاعراض اقل والنتيجه واحده وافضل، والفرق بينهم شهر، الفرق بينهم شهر. يبقى دي ليه الحقنه مكانها اتغير بقى في الكتف، لان احنا بنستخدم طريقه اسمها فراكشنال اي بي في، ده نوع من التطعيم نفسه بتاع السلك بس في كاخد في الكتف مش في فرق، هو نفس الماده بس كميته قليله وداخل طبقه الجلد، ماشي كده. الاطفال مواليد ليه 2016 لحد يوم 22/3/2018 باليوم والساعه، لان هم حاسبينها وعارفين مواعيد الناس اللي اتطعمت السلك بعد كده، احنا قلنا السلك دخل في 2018 فما فيش داعي ان احنا نطعمهم تاني. طيب الاسئله اللي كتيره برضو اليومين دول، انا كنت في السعوديه، انا كنت في اي حد كان بره مصر في السنين اللي فاتت فهو واخد الاي بي في وما ياخدش الحمله دي، ملوش علاقه بيها، احنا بنتكلم في مصر، ومصر قبل 2016 برضه هم واخدين التراي فيلان اللي هو الثلاثي الفموي فمش هيحتاجوها، واللي بعد 2018 مش هيحتاجوها. فمعظم الجداول مش معظم، كل جداول العالم فيها الاي بي في، فماشي. فهي مش مؤامره ولا الحق يا وزاره الصحه ولا الكلام اللي بيتقال ده، وده كله مع احترامي كلام غير علمي غير مؤثر. اللي عايز يرجع يا جماعه بصوا على ثلاث حاجات، تخشوا على منظمه الصحه العالميه موجود بالعربي على فكره، اكتب تطعيم شلل الاطفال او تغيير تطعيم شلل الاطفال او السولك، خش على منظمة الصحة، خش على السي دي سي اللي هي منظمة التحكم في الأمراض في الولايات المتحدة، خش على أوروبا، اكتب جدول أي دولة تيجي في بالك، أي دولة حضرتك تعرف اسمها بالإنجليزي أو بالعربي اكتب جدول تطعيم بالإنجليش على جوجل وخش اتفرج، شوف تطعيم شلل الأطفال اللي هو اسمه حي، اسمه تطعيم معطل عضل أو أي بي في، ماشي. الحي مضعف ده اللي هو السبيل. في بقى معظم الجداول زينا برضه احنا لازلنا بنعملها، بنخلط بالاثنين، احنا بناخد النقط وبناخد الحقن، بس مع الوقت المفروض لما يختفي من المجتمع نكتفي بالحقن بس، لان مش محتاجين النقط ببعض الحاجات اللي قلنا المشاكل اللي كانت حصلت في الاول. لو حد عنده اسئله ممكن يبعتها دلوقتي، هبص سريعا لان انا طولت عليكم، بس كان لازم اقول لكم المعلومات دي، لان بصراحه لغط غير عادي ودوشه غير عاديه وكلام كتير جدا ملوش اي معنى في القصه دي. على فكره عايز اقول لكم ان تطعيم السولك نفسه اللي الدوله موفراه دلوقتي في الحمله اغلى كتير جدا من تطعيم السابين اللي هي النقط الفمويه بمسافه يعني، لكن هو المشاكل والحكايات كتيره جدا جدا الفتره دي. طيب انا هبص على في اسئله كده اتبعتت، معلش ادوني دقيقه واحده اساعدكم، بعد كده هبقى في الانبوكس ابعتوا لي اي اسئله. طيب هو معظم الاسئله بره الموضوع، فخلينا انا هقفل على كده الفيديو وهخش برضه ارد عليكم بعد الفيديو. الخلاصه يا جماعه ما فيش حد يتردد في التطعيم، الاشاعات اللي بتتقال والبوست اللي مكتوب على الفيس ده وجالي كذا مره ده بوست مع احترامي لصاحبته مش علمي ولا منطقي، وانا ماليش اي تعليق عليه اكتر من ان هو يعني الشخص اللي كاتبه معلش يراجع نفسه تاني ويدرس الموضوع بطريقه تانيه خالص، هو اكيد مش دكتور واكيد مش دارس الموضوع، الموضوع مش موضوع شخصي ولا موضوع دول ولا موضوع مؤامره ولا مخابرات ولا صهيونيه ولا بتنجانيه. خش على جدول الدول كلها بما فيها امريكا واوروبا واسرائيل واي دوله هتلاقي كله بيطعم نفس التطعيم ده من زمان، ومن 2016 بقى اجباري على كل الدول انها تطعمه.